دابا انا كنمشي نخدم كنقبل ديالي مع العائله، اقسم بالله الا باش خديتها ما كنخليهاش يلعب بها، لان ضرور علينا وضرور على السكينه كامله، على العواو صغارين، على الناس كبارين، على الطوموبيلات اللي كيعاودوا من هنايا شنهار يدردبوا. كتقول لي الرئيس ما كاينش هنايا، يعني لا ابالي. ومسألة العواو الا بغاو يطيحوا غير يطيحوا، انا هادشي اللي فهمت يعني من هاد الشيء هذا، فهمتيني؟ حنا ما بغيناش زعما تتوقع شي كارثه عاد يجيو يصورونا او يحضروا مسؤولين. قالوا لي الجيران اجي الصحفه غيجي داك الشيء، قلت لهم حتى نخرج واخا على يدي ورجلي. المهم توصل الرساله ديالك. والله العظيم. كنتفاداو هاد الشيء هذا، فهمتي؟ ما خصناش حتى توقع عاد يجيو الصحافه يصوروا وكذا، فهمتي كيفاش؟ كنقولوا هاد الشيء هذا ما خصناش يكون. مشينا عند الناس اللي مسؤوله باش زعما يتفاداو لنا هاد المسائل ويشوفوا لنا الحل. هاد الشيء هذا ما كاينش يا خاي ابراهيم، والله الا عام ونص وهاد الطلبات هما عندي هنا يا خاي ابراهيم. الاسم خالي العبساوي من سكنه حي الزهره. كنعانيو حنا بواحد المشكل اللي هو خايب بزاف، يعني اي واحد كيخاف على وليداته في هاد الحي هذا. دابا المشكل اللي كان خاي ابراهيم، حنا ملي خلقنا وكبرنا هنايا كان السور عالي، فهمتي؟ عالي واحد متر على الارض. كنا كنلاو ما كناش خايفاني، فهمتي كيفاش؟ الامور كانت مزيان. من بعد ما وقع ديك اللي وقع ديك المشكل ديال الواد، كانت تشق الديور بدا كانوا خواو الساكنه، ملي خواو الساكنه مشات واحد المده رجعنا نسكنوا الديار ديالنا. صلحوا لنا هذا السور ما صلحوش 100%، عملوا له تقريبا واحد 90% ولا 95% و100% ما كملوش عليها، فهمتي كيف؟ مشيت انا البلديه ديالنا مقاطعه بني مكاده، هضرت مع المسؤولين اللي مسؤولين تما، قالوا لي اعمل واحد الطلب. وجماعه زعما مشيت عند السكان ديال الحي ديال الحومه، تاوني لا كارتاج ديالهم، المسائل ديالهم كامله، عملنا ديك الطلب، تبعنا داك الشيء يعني بالتدريج. بقيت كنمشي كنتبع، مش كل مره كندوق، كل مره كندوق. تقريبا شي عام ونص، شي عام ونص تقريبا. يعني كنمشي كندوق، مشيت عند الباشا الله يجازيه بخير، دخل شاف لي الطلب ديالي حتى هو، دفع لي الكود ديال الرقم ديال خصنا نقصر البلديه، ملي هو نقصر البلديه كنمشي عند الرؤساء اللي تما، ما كنجبرهمش، كنجبر غير الكتيبات ديالو، كتقول لي الرئيس ما كاينش هنايا، يعني لا ابالي. ومسألة العواو الا بغاو يطيحوا غير يطيحوا، انا هادشي اللي فهمت يعني من هاد الشيء هذا، فهمتيني؟ يعني انت قلت لي عدلوا كل شيء ولكن ما عملولوش ستاره، ملي جيت لهنا قالوا زعما عدلوا لنا باسامانو. باش عندك العواو اللي يطيحوا، عندك العواو يكونوا كيلعبوا باش اللي تصلح يحفظ يهبطوا يهرب، تقطع لهم فرين يهبطوا الشانطي، راه طالع تقريبا 4 متر ديال العلو. باقي ما وقعت واحد العام تاع الطريق، واحد المرة كانت قطعة ببنا ما شابين المدرسة، دازت فيها واحد الترونسبور ثلاثة في السبات، ديك الكرابة اللي كانت مقطوعة هنا، هذه الحالة اللي كانت وقعت فيها. وقعت فيها كنتفاداو هذا الشيء هذا، فهمتي؟ ما خصناش حتى توقع عاد يجيو الصحافة يصوروا وكذا، فهمتي كيفاش؟ كنقولوا هذا الشيء هذا ما خصناش يكون. مشينا عند الناس اللي مسؤولة باش زعما يتفاداو لنا هاد المسائل ويشوفوا لنا الحل. هاد الشيء هذا ما كاينش يا خاي ابراهيم، والله الا عام ونص وهاد الطلبات هما عندي هنا يا خاي ابراهيم. ودرت لهم على هاد القضيه هادي داد الدخله هادي اللي هي هنايا، كنقول لهم زعما نيتك يجيو تمايا ويشدوا شدوا يسقفوا، كيجيو الشمكاره انا عساك، كيجي بنادم مره في 10 ديال الليل في الساعه الشتاء ما تقدرش تهبط عند البقال تتاخر، ودي عينك فهمتيني، شوف شنو اللي كاين، انت كتشوف كل شيء بعينك يا خاي ابراهيم. قلنا لهم هاد الشيء كامل لا ابالي، ما يشكون ما دقيت عليه كيشوف لك الطالب يقول لك حقا سيمانه 15 يوم غنجي نشوفه، ما كاين والو اخي ابراهيم، ما كاين حتى حاجه. والرساله ديالك اللي توجهها؟ الرساله ديالي اللي كنتوجه كنوجه دابا الحل اللي بقى لي هو الوالي. الوالي ديال البلاد هو اللي خصو يشوف هذا الميساج هذا، يتكلفنا بهذا الشيء هذا. فهمتي كيفاش؟ لان هاد الواو الوليدات ماشي ولادنا، انا هادشي هذا ما ندخلوش الدار ديالي ولا نعملوا في الجيم ديالي، هذه مصلحه ديال الجامع. مصلحه كل شيء، انا ماشي محروق زعما على ولادي، محروق على الوليدات كاملين. انا ملي كنت صغير كنت كنلعب هنا ما كنتش يما كتخاف عليا، علاش؟ كاينه الصور. دابا انا كنمشي نخدم كنقبل ديالي مع العائله، اقسم بالله الا باش خديتها ما كنخليهاش يلعب بها، السباده من كنقول عندك يهبط حق الله تعالى، فهمتيني؟ وهذا ما زعماك ماشي شي حاجه كبيره، الحمد لله كل شيء تعدى، بقات واحد المساله صغيره يكملوا لنا عليها، فهمتيني؟ هذا هو الميساج ديالي اخي ابراهيم، وكنشكركم بزاف، الله يرحم والديك. الطلب ديالنا هو كنطلبوا المسؤولين يجيو يعملوا لنا واحد الشباك هنايا، لان ضرور علينا وضرور على السكينه كامله، على العواو صغارين، على الناس كبارين، على الطوموبيلات اللي كيعاودوا من هنايا شنهار يدردبوا، عيد ما نقدموا الطلبات ديالنا، المسؤولين ما مسوقيناش بالعربيه، حنا بحال حنايا ما جيناش من هاد البلاد، بحال حنايا لاجئين، فهمتي؟ وحنا دابا
الحاجه الوحيده كنطلبوا من والد بلاد هو كيمثل جلاله الملك في المدينه يشوف من حالنا ويشوف من حال وليداتنا، لان حنا دائما خايفين على العواول، دائما مخلوعين، لا خرج العين باب الزنقه، فين هو فلان فين هو فلان، عندك السور عندك شي راجل كبير الله يحفظ يطيح. حنا ما بغيناش زعما تتوقع شي كارثه عاد يجيو يصورونا او يحضروا مسؤولين، حنا كنطلبوا منهم يحضروا دابا لان باقا ما كاين حتى شي كارثه، وهذا هو الطلب ديالنا وعاش الملك. شنو كطالب الوالده نسيم؟ دابا انا كنطلب الصحه. امين الله يلقى لي الصحه. وكنطلب من انظار عوره ما كنشوفش. ها هذا كلشي الجيران ديالي. ما كنشوف ما كنقطع والو الجلاله هذا ما يخافوا عليك دابا تخرج هنايا عندك. ما كلشي هادو اللي كتشوف كامل كيشبر اللي كنتلاقى معاه كيشبر فيا. وشوف طيحه شنو يعمل لي. شوف. السكر حرق في السكر تحرق. الحاجه اللي كنطيحو كتبان فيا كتولي كحله، انت ناس شتي رجلي دابا جوج العينين، هذه جلاله غطاتها وغطاتها، هذه كاينشي هادو باش تمشي ما كاينش. يلا شكون شكون غيقول لك هاك؟ اللي غيقول لك هاك هو بدو مخصوص، غتزول نزول لك والدوايا انا ما يمكنش. وهذا المطاع هذا ولا كان هاود الحويطه حويطه، ولا ما شفت شي مثلا شي تما كنبقى واقفه كنشوف شي واحد بحال دابا زينه طالع هو يطلعك ولا كنقول له الراجل يقول له انا غير كنرتاح ولا كنتسنى شي واحد شكون غيعلم عليا؟ كنشبر فيك اجي يا وليدي الله ينزل عليك رضا. كيجي كنقول له ما اش عندك مريطه؟ كيقول لي فين كتسكن؟ ها الدار ديالنا. صافي ديك الساعه هيدا كيدوق ويبقى واقف كتستحق اختي حيت حنايا كلشي مدنا حنا غير حنايا جوج. اه كيقول له ما تخلي ها هو يقول له كيقول كيقول له ما بقاش تخليوا هاد السيده تخرج. يلا وشكون غيتسخن لك وشكون؟ كيقول له ما بقاش تخليوها تخرج. انا زعما كيفحب لي الله. دابا ملي جاو قالوا لي الجيران اجي الصحفه غيجي داك الشيء، قلت الله حتى نخرج واخا على يدي ورجلي. المهم توصل الرساله ديالك. والله العظيم. ونتمنى من الله عز وجل يجي يعدل لكم هذا الشيء هذا ان شاء الله يا رب. وما هذا المطاع هذا والله ما كنوصلوا، كنعطي العواد جوج دراهم. ثلاثة دراهم ما كيبغيش يسيبوا لي الزبل حاشاه، كنطمعهم باش كيسيبوا لي الزبل، وانا نترش هنايا ما قالاش الله وربي ربي ما يبغيش يديك المنظر هذاك. هذا ما نقول لك وانا كنطلب الصحة ديالي. الله يشافيك. مشي للطبيب خصك هادو، تمشي تزول العين خصك هادو. ايوا شفت ربي وحمدته وشكرته وانا جالسة. نتمنى يكون على الخير ان شاء الله. الله يرحم والديك الحبيب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.